الله إليكم. تقول في سؤال ثالث: ما حكم مشاهدة الأطفال غير المكلفين لأفلام الكرتون التي تعرض، وكذلك بالنسبة للرجال في مشاهدة بعض المسلسلات التي قد تبدو فيها المرأة غير محتجبة؟ لا يجوز مشاهدة الصور المتحركة، ولا سيما إذا كانت صور نساء فيها الفتنة وفيها إثارة الشر، لا يجوز. وكذلك لا يجوز تربية الأطفال على الصور، لأنهم ينشأون على إلف الصور وعدم كراهتها، يعتادونها وتصبح أمرا سهلا عندهم إذا كبروا. نعم، والأطفال يجب أن يربوا على الدين وعلى ترك المحرمات والبعد عنها. نعم.